بسطت يدك للتائبين وفتحت بابك للسائلين وسترت بحلمك على العاصين فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد، أنت أغنيتنا ونحن الفقراء فلك الحمد، نحن عبيدك الأذلاء الذين رفعتهم فلك الحمد، لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وعظيم إحسانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل علينا رحمة من عندك، أن تنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وترد بها غائبنا وتشفي بها مريضنا وترحم بها ميتنا وتغفر بها ذنوبنا وتدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد في أعلى جنات الخلد. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وسحر الساحرين وعين العائنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر. اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين ومن حقد الحاقدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان، لكل خير وبر وإحسان. اللهم ارفع به راية التوحيد في كل مكان، واقمع به أهل الشر والفساد والعدوان يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، اللهم احفظهم، اللهم أمنهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين
يا رب العالمين، إلهنا يا غوث المستغيثين، ويا قوة المستنصرين، ويا أمان الخائفين، ويا عدة الصابرين، ويا عدة الصابرين، إخوان لنا في أرض شتى من الأرض، إخوان شتى لنا قد مسهم الضر، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم رهابهم، اللهم ارحم جراحاتهم، اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم، اللهم ارحم أنين الصغار، اللهم ارحم بكاء الثكالى، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، الأمر أمرك والعبد عبدك، والكل في قبضتك، والكل في قبضتك. اللهم عجل بنصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الضر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين، يا رحيم كن بهم رحيما، يا لطيف كن بهم لطيفا، يا ربي لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. إلهنا إلهنا، وقفنا ببابك والملك لك، وقفنا ببابك والملك لك، وما خاب يا رب من أملك، وما خاب يا رب من أملك. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، أنت العلي العظيم ونحن الفقراء، أنت الغني الحميد ونحن الأذلاء، أمن بغناك على فقرنا وبقوتك على ضعفنا. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا. يمن كتابنا ويسر حسابنا، ويسر حسابنا، وثبِّت على الصراط أقدامنا، واجعل الريان في الجنة بابنا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم جارنا، وأسقنا من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبداً. إلهنا، وقفنا ببابك مقبلين عليك، راجين لما لديك، متضرعين إليك. اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا، اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا، وعافنا واعف عنا، واقبلنا وتجاوز عنا. إلهنا إلهنا، يا الله يا الله، حقق رجاءنا في موعودك، واجعلنا من أهل مرضاتك، واجعلنا من أهل مرضاتك. حقق رجاءنا في موعودك، وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك، املأ قلوبنا به حبا لك وخشية منك، وتوكلا عليك وشوقا إليك. اجعلنا ممن هدى واهتدى، وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عفو وغفران ورحمة وامتنان وخلود في الجنان ونجاة من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة رغيدة. اللهم اجمعنا في هذا المكان المبارك أعواما عديدة وسنين مديدة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم وزِد صلاةً وسلامًا على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله.